شرنا الا يا شريكه الا بعد شرنا الا يا شريكه الا مثلك يا اليوم الا مثلك يا اليوم وقف يا سيدنا يا وقف يا سيدنا يا مثلك ولا يا شريكه الا يا شريكه الا يا شريكه الا يا شريكه الا يا شريكه ما اعرف شنو يا مدينة مناخة تقع ما بين الجبال اللي هو الجبال الكبيرة مثل جبال شبان الذي يرتفع 3000 متر عن سطح البحر. أحب الجبل، أحب الجبل، أحب من قلبي كل ساعة وإحنا نمشي دورة لا هنا في الجبل أنا وبنيا كلهم. الجبال ما أحسن منها لأن هي صحة للمشي. في اليوم الواحد تجتمع الأربع الفصول من شتاء وصيف وخريف وربيع. أغلب من يأتي إلى المنطقة هذه من الداخل والخارج يعجب بهذه التضاريس أو بهذا الجو الجميل. عبد الله محمد العاقل، موجه تربوي لمادة الفيزياء ومدرب تربوي للمعلمين والمعلمات. طاهر محمد عبد راجع من أبناء قرية الهجرة، مديرية مناخة، أستاذ في نفس المدرسة في الهجرة. محمد عبد الله أحمد راجع من أهالي منطقة حراز، تحديداً قرية الهجرة، مدير المدرسة في منطقة الهجرة. رغم أني أكملت دراستي الجامعية في صنعاء إلا أنني فضلت العمل والبقاء في قرية الهجرة حراز. مديرية مناخة يبلغ مساحتها ما يقارب 1270 كيلومتر مربع، عدد سكانها ما يزيد عن 100,000 نسمة. جبال مناخة حراز سماها الهمداني حراز المستحرزة، يعني حراز المنيعة، والسبب في ذلك علو جبالها، وكانت قديما محطة انتظار وانطلاق للقوافل التجارية. طبيعة الإنسان من طبيعة أرضه، فالتنوع التضاريس والجبال المكسوة بالخضراء جعلت من هذا الشخص في مديرية مناخة يعني الطيبة والسهولة والمعاملة الحسنة والتعايش فيما بينهم والتراحم والكرم لمن أتى إليهم والضيافة وحسن الضيافة بقدر الاستطاعة. طبعا قضايا كثيرة تحل فيما بينهم، يعني لا يجؤوا إلى المحاكم وإلى النيابات ولا إلى، لأن أغلب الناس يعني يرتدعوا فيما بينهم ويتصالحوا فيما بينهم.
تمشي يطلع درجة العياء. بيت حامد عيان وشقى من باوله وشقى من باوله أهلي الواردة واردة المواردية البيضاء أو لقية أهلي الواردية. قلت قوا يا جمالي يا جمالي بين مالي ما تحرك ما تململ. هلاك خلو عنك خلو القمر والله دعني لازم أحرك. كان زمان يجوا من كل القرى الريفية عشان يوم الأحد هذا علشان السوق. كان حتى في سوق الحب، كان زمان كان أسواق الحب مليانة محلات نفس الشيء الحب أشكال وأنواع، لكن الآن أغلب المحلات غلقت وخرجت إلى السوق أو إلى الخارج عشان الأشخاص يشوفوهم. كان الأول تحس أن في المحلات يعني ولو في أماكن ما حد يشوفها، بس لو فاتحين بضاعة وفاتحين حبوب فاتحين محلات ويبيعوا ويتاجروا فيهن. الموروث الشعبي الذي تتميز به مدينة مناخة وحراز يتمثل في البرع الذي ينقسم أيضا إلى قسمين، في البرع اليامية والبرع الحرازية التي تسمى اليعبرية. إن كان موت وإن كان عرس وإن كان مين ما أبو هم ما شو موجودين في بلاد، كل واحد يدي من سوا، لا العرس ما عليه ولا يدخل المرأة وكل شيء على القريح المدري ما كله على على الحراز الذي هم بالمحل. الجانب المعماري في مدينة مناخة وبحرز بشكل عام كان يتميز بأن حجارة المباني هذه من نفس جبالها ذات الطابع الحميري الجميل، حتى أن أحد الأجانب قال على أنها تمثل أصالة الماضي ورونق الحاضر. حراز طبعاً معروفة بكثرة حصونها، منها المشهورة كحصن الحجرة السياحي كحصن الحطيب في شرق حراز، كحصن بني مرة، أيضاً حصن جبل شقرف في عزلة لهاب، حصن مسار في جبل مسار، ويعتبر حصن مسار ثاني أعلى قمة في حراز بعد جبل شبام حراز، وهو حصن قديم تأسست منه من هذا الحصن الدولة الصليحية.
الوارخ مسار جبل مسار جبل أروى بنت أحمد الصليحية جبل مسار قالوا حيود وعسى لاقي السلم روحي يصير منسى الله يحفظ العباد والبلاد ويأمننا من الخوف وينشر علينا رحمته. ويا له الكارقة واشرق شرق والهو ما حرق سار دمعي والعرق ويا له الكارقة شرقت بي من أشغري مك وشري علي ولك ويا لحل الشارقة ويا لحل الشارقة يا خبرتي هدو بها الدجل جلوها جلجلة ويا محل الشارقة ويا لحل الشارقة ويا محل الشارقة شرقت بي من أشغري مك وشري علي ولك ويا محل الشارقة كل شيء حالي عاد وقت الخير ما الدنيا شحمها بوشي وقت الخير يجو الدنيا دهره دهره الجو معجب يجو من صنعاء من كل بقعة ويجهانا ويتفرج على الجو حقها أنا لا تقول لا خرج من صنعاء للجنة جبال حرز مشي موجود في الدنيا بكلها كيف حالك؟ بخير من عمل مستعان طيبين طاب الله فيكم مالك شيء؟ الحمد لله على العالمين أيوة خريبية 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 سندوا لي بخمسة وسبعين ألف كان المستلم الفندق الأول أيوة خرج منه ودخلوا ثاني ثم قالوا يا خبرة سلموا لي قالوا هو في قالوا هو في مع أسبوع أسبوعين وطقوا 12 سنة واشتغل على 12 سنة هذه على حساب الخمسة وسبعين ألف على اللي لا ما كمله ما كمله على الأول تعتبر جبال حرز وجبال مناخة مزاراً سياحياً متميزاً ورائعاً تضم في طياتها الكثير من المناطق الخلابة كان يأتي أعتقد في اليوم سياح أكثر مما يدخلون إلى صنعاء القديمة يأتون مباشرة عبر طريق الحديدة إلى الهجرة ويعيدون إلى بلدانهم كنت أذكر زمان أن كان لما أمشي في الطاقة وأشوف كان السياح يمشوا جنب بيتنا وممكن يمشوا على مناطق شوية وقعدت في معهم كان واحد مترجم طبعا علشان يدليهم على مناخة كامل أنا كنت أفرح علشان أنهم يحبوا مناخة يحبوا اليمن يعيشوا يشوفوها ينقلوا طابع إيجابي لدولهم كان عمل سابق مرشد سياحي في هذا الجبال فكنا نعمل برنامج سياحي في جبال حرز لمدة 4 أيام نبدأ بها من شرق حرز وننتهي بها في غربي حرز جبال صعفان فكان خلال هذه 4 أيام أن احنا نعمل مخيمات سياحية ومش نلتقي بها بين هذه الجبال نتعرف على مدرجاتها الزراعية على أماكن التسلق على أماكن الطيران كان نمشي مع السواح يومنا 13 كيلو ونمشي ويوم ثاني مثل من الجوانب السياحية التي تتميز بها مدينة مناخة ومديرية مناخة السياحة الدينية التي يأتون لها الزوار من الهند ومن عدة دول لزيارة الحطيب والشارقة وشبا لوجود هناك الضريح المبارك
هذه بعض الصور تذكرني بالسياح الذي كانوا يأتون إلى هذه البلاد. هذه إحدى الصور ونحن نعلم السياح الأجانب للرقص. كنا نقيم لهم أعراس أو نريهم العادات وتقاليد بلادنا بالنسبة للأعراس. هذه أيضا إحدى الصور لمجموعة أسبانية، كنا نأخذ معهم أو نلتقط معهم بعض الصور حين يغادرون الفندق. من أشهر القصص الخرافية وجود مخلوقات غريبة كجن يعيشون في الجبال، أنهم يتشكلون على شكل أوادم. أحد القصص اللي سمعتها من أحد أجدادنا أنه كان يوجد جبل فيه باب، بوابة على شكل بوابة، حجر صخرة على شكل بوابة بداخلها كنز، ولكن الشرط الوحيد لفتح هذا الباب أن الجن طلبوا من أي شخص أنه يفتح البوابة هذا أنه يدخل أصبعه، ولكن أصبعه يتم بكعها أو بترها، وبالفعل أحد الأشخاص فتح البوابة وتم بتر أحد أصبعه وأخذ المجوهرات. والعجيب والمضحك أن الرجل هذا قام خبأ الكنز خلف منزله، في حفرة خلف منزله، وأحد الأشخاص رآه وهو يدفن هذه المجوهرات، فأول ما دخل الرجال يرقد في منزله، والرجل الآخر أخذ الكنز وفحط وأنه لا أصبع ولا كنز، قرح جو. أحكي لك بالأول حكاية، معانا لحمة مكان بها معي نسيناها فوق السيارة، جينا لها وقلت خمد، رجعنا عليها ذكر كله قدنا في البيت، رجعنا عليها جينا لها وقلت خمد، أم بعدها روح كلها عند صاحبها الذي اللحمة حبه، صيحنا له لا ما جواب، قلنا له خاسن خماس ما خمد وادو خمد هاسنها خمدوها واسن وكاسن كا وكالو ألو وكالو هاسنها وكالوها. قال منام قلنا باسن باي يا جازم باي تاسنتا بيت الأمجاد بيت العاصنع بيت العراس الرا بيت العراس ياسي بيت العراس خمدوها وكلوها. قال بس رحلة وسري جرة طالت حكوم منه. لا وهي ما ما هي مت الوادي يا ما هي مت الوادي يا ما هيمتها وحدي يا ما هيمتها وحدي يا ما الا وهي ما يا ما انا وخي مهدي يا ما انا وخي مهدي يا ما والناس من بعدي يا ما والناس من بعدي يا ما بعدي وقدامي يا ما بعدي وقدامي يا ما والمسبل يا اخي يا ما والمسبل يا اخي يا ما عطا ودوامه يا ما الا وهي ما. هذا الحادي حق الزراعه. هذا حادي حد ما يشتغلوا يدوا الحادي يدوا الهجيل. مصادر الدخل الشخص او الانسان في دريه مناخه الغالب على الزراعه، والباقي قد تكون تجاره او وظيفه حكوميه او قطاع خاص، اما الغالب فالاعتماد على الزراعه بشكل عام. ويعتبر البن اليمني الحرازي اشهر المحاصيل الزراعيه. شهرة البن اليمني الحرازي جاءت نتيجة لعوامل المناخ والطقس والتربة. زراعة البن هذا يعني أنا أزرع بهن وحدي من يعني من وقت أبي وجدي، وإحنا صرنا على
الصايلة هذه كامل. عندي 500 غرزة وعندي يعني أقسام يعني كثيرة. هذه الأراضي حقي وهذه حقي وهذا الخضر القوية تلك حقاني هن عتر وهذا كل مزروع كل هذا كبد وهذا كذرة وهذا كرومي وهذا كدخن قال يا رومي وحلبة كل الدنيا مزروعة من كل حبة إن بأمطار بيحصل واحد ما شاء الله لكن لا عطش ما بيجي الدنيا عوافي هذا ما يقدرين البقر عندما يجين بالليل يجين البهايم يجين الغنم يجين ما يقدرين يدخلن بينه وجو مرجعها كذا ما أمشيش في سيارة ولا في سيكل ولا متر ولا ما بنطلع على رجل لأن أنا عاشق مش كان أجي من كل بقعة أمشي رجل وعندي سيارات وطرقات ما أمشي إلا رجل بيومي 30 20 30 كيلو 40 كيلو أمشي بيومي مسافة نحمد الله ونشكر الله صحة من الله كان ناكل حليب وسمن وداوة كان الدنيا كبيرة والدنيا عسل وداوة اليوم فول وبازاليا وبلايات ما عاد فيني قد طلعت هذا الجبل كله من فوق 1000 مرة من فوق 100,000 يوميا واحنا نطلع كل يوم كل صباح نطلع طلع القراش ونروح أنا أحب مناخة أنا عشت فيها لذا أنا إذا سافرت أرجع لمناخة لأن الراحة النفسية فيها بعكس العواصم الثانية لما ترتاح وتفتن لها في بلادك ولما بلاد الناس وين قمرك شهر زمان وبك تدور الفكات روح نبتنا في مناخة هي التربة هي مسقط رأسك لذلك تلاحظ على أن في هنالك انجذاب نحو هذه المدينة حتى لو سافرت إلى أي منطقة أخرى تلاحظ أنك فقدت شيئا مهم من حياتك أو من ذاكرتك لا بد أن ترجع إليه مرة أخرى حراز وجبالها هي وطننا هي حاضرنا هي مستقبلنا فيها عشنا تربينا تزوجنا هي المبتدأ وهي المنتهى وهي كل شيء بالنسبة لنا حراز حراز يا عالي يا حيودش والله لو ما الحبيب ما عودش هذا المثال بحد ذاته يدل على أن حراز جبالها شاهقة وجميلة جدا ومكسوة بالأخضر مما عكس هذا الجمال وعكس هذا المنظر الخلاب على أبناء هذه القرية بجمالهم ووسامتهم وهذا المثل يدل على أن الرجل الذي زار هذه المنطقة كان له حبيبة أو عشقها في منطقة حراز رغم شاهقة الجبال هذه ووعورتها وخوفه منها إلا أن حبيبته أضطرت أن يزورها مرة أخرى. All right.